شكلت الوهابية التي تنتسب لمحمد بن عبد الوهاب المولود في العام 1703 والمتوفى العام 1791 منذ ظهورها في المشهد العربي والإسلامي حالة جدلية. ولم يكن أول من أطلق هذه الفكرة، فقد سبقه إليها ابن تيمية الحراني قبل 5 قرون، وتوصل بذلك إلى تكفير المؤمنين، فزعم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتوسل به وبالأنبياء والأولياء والصالحين وزيارة قبورهم للتبرك شرك. هل أفلت الوهابية؟ عنوان برنامج ألف لام ميم. يشاركنا في النقاش من الجزائر الحبيبة البروفيسور الدكتور محمد بن بريك البوزيدي الحسني، أستاذ الدراسات الإسلامية العليا في جامعة الجزائر. البروفيسور محمد بن بريكة من الجزائر الحبيبة، محمد بن عبد الوهاب له خصوم وله أنصار، له ناس يقدسونه ويعتبرونه مجددا، وله خصوم يقولون أنه قسم ظهر الإسلام، وهكذا الفكر المعاصر أيضا، يعني كل فكرة لها أنصار ولها خصوم. من كان في نظرك محمد بن عبد الوهاب كمدخل إلى حلقتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدكتور يحيى سيدي الكريم من مصر الشقيقة، بلد الأمجاد وبلد الأحباب وبلاد الأزهر الشريف الذي تتضايق منه حركات كثيرة وطوائف كثيرة، منها الوهابية، لأنه بقي قلعة للعلم النزيه وللاعتدال وللوسطية، أناره الله وأعظم شأنه إن شاء الله، كالقرويين وكالزيتونة وكزوايا الجزائر. وقد اتفقت ألسن الأفاضل من الخلق على أن الحركة الوهابية حركة عقدية سلوكية أفسدت في هذا الدين. سيدي الكريم، محمد بن عبد الوهاب هذا رجل لا شيوخ له ابتداء، وقد أنكر عليه أبوه وأخوه، وأنكر عليه أهل الحرمين وعلماء الإسلام بإجماع في القرون التي تلت، لأن عمر هذه الحركة 2.5 قرن إلى حد الساعة. أنكروا عليه ما جاء به، وهذا التواصل التاريخي منه إلى ابن تيمية الذي عبر عنه في عدة كتب تفضلتم بذكرها إنما هو شيء لا معنى له في باب العلم، فحديثه في التوحيد كشأن كلام ابن تيمية الذي حاكمه كثير من العلماء، آخرهم الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله في كتاب ضلالات ابن تيمية. وقبل ذلك فعل الشيخ زاهد الكوثري أعلم علماء الخلافة العثمانية والذي توفي بمصر الحبيبة وكان له فيها تلاميذ كثر، كتب الشيخ زاهد الكوثري وكتب يعني محققون كبار آخرهم الشيخ عبد الله الهرري عن توحيد ابن تيمية الذي جاء بما لم يأتي به المسلمون ولا تقره الشريعة الإسلامية. وكلامه في التوحيد هو كلام كريستيانو رونالدو في الفيزياء النووية، لا علاقة له بالتوحيد، خاض في بحر وجاء بما لم يأتي به أهل الطوائف الإسلامية جميعا، تكلم كلاما بعيدا، وهو الذي فتح باب التكفير، وهو الذي كان أهل الإسلام على حق حين حاكموه 5 مرات، وفي النهاية حكموا بإبقائه في السجن إلى أن توفي